صفعة تلو الأخرى تلقاها خلال أيام قليلة فقط، عزلة غير مسبوقة في مسيرته يمر بها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على أكثر من مستوى. فعلى المستوى العسكري والميداني تمكنت إسرائيل من تصفية قياديين كبار في حزب الله كانوا يحيطون بنصر الله، على رأسهم فؤاد شكر القائد العسكري الأول للحزب، وإبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان، وسامي عبد الله وأحمد وهبي ووسام الطويل وغيرهم. غياب هؤلاء القادة عن المشهد بحسب المراقبين جعل نصر الله يواجه تحديات أكبر في اتخاذ القرارات العسكرية والاستراتيجية بمفرده أو مع دائرة أصغر من المستشارين الذين لا يملكون قدرات عسكرية مماثلة. وبعد أسبوع من الغارات المكثفة على جنوب لبنان، أكد أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل دمرت ما بناه حزب الله على مدى 20 سنة، مشيرا إلى أن حسن نصر الله أصبح وحيدا. الجانب الأخير والأهم هو الموقف الإيراني مما يحدث في لبنان اليوم، والذي ترك نصر الله بحسب المراقبين في حالة من الصدمة بعد تصريحات مفاجئة من طهران بأنها لا تريد التصعيد مع إسرائيل. طهران بررت ذلك الموقف بأن نتنياهو هو الذي يسعى لإشعال الحرب، لكن إيران لم تمنحه هذه الذريعة، فيما يرى مراقبون أنها أصبحت غير قادرة أو غير راغبة في تقديم مستوى الدعم نفسه الذي كان يحصل عليه حزب الله في الماضي، خصوصا في ظل معاركها الدبلوماسية والمفاوضات النووية.